انتهت مباراة الاهلي واسوان بفوز ساحق لنادي الاهلي 4-0، ويبقى الحال كما هو عليه، فارق 8 بونط عن نادي الزمالك. شايف المباراة ازاي، وهل كنت متوقع النتيجة دي؟ اه طبعا كنت متوقع النتيجة ديت، عشان خاطر كمان الماتش بتاع الاهلي اللي فات لازم كان هيرد الماتش دوت، عشان خاطر الدوري يبقى لسه متعرش على اول الدوري. بس الاهلاويه كانوا قلقانين قبل ماتش اسوان شويه، عشان خاطر عماد النحاس برده مش شويه، على الرغم ان هو اهلاوي بس الموضوع بالنسبه له مختلف. شايف الدوري حسم ولا لسه في كلام؟ لا هو دوري الاهلي يعني كده متعصب. اه والدوري الاهلي حتى لو فرق نقطه، انا شايف ان الاهلي الماتشات اللي فاتت لما كان فرق 11 بونت كان في ثقه زايده، ولما الفرق بقى 8 بونت بقى في خوف، لكن 5 النهارده قبل المباراه مش معيار برده، يعني الاهداف الكتيره مش معيار للاداء. انا بس في سؤال عايز اطرحه بس لمجلس اداره النادي الاهلي على احمد الشيخ. كلنا عارفين ان احمد الشيخ لعيب في المقصه كان مكسر الدنيا، هل احمد الشيخ كلاعب كان وما بيلعبش دلوقتي ده كان يستاهل ان مجلس اداره النادي الاهلي تطلع بيان قبل مسابقه الدوري وتقول انا هنسحب من البطولات المحليه بسبب لعيب احمد الشيخ ما بيلعبش؟ لا لا لا، انا بتكلم في مجلس اداره الاهلي، ان يعني انا رابط ان انا ما اشتركش في مسابقه محليه. خلينا بقى في الماتش، خلينا في الماتش، مين احسن لاعب عجبك النهارده؟ والله عجبني رمضان صبحي. متوقع 2-0، كنت قلقان قبل الماتش؟ كنت قلقان لحد دقيقه 30 ما كانش جاب جوان ولا جاب اي حاجه خالص. مباراه كويسه الحمد لله، تمام، ومبسوط جدا على الاهلي اصلا، جميله والبركه بقى في رمضان صبحي وصلنا لكاس العالم. شايف الاهلي النهارده اداؤه كويس؟ اه على المباراه اللي فاتت. المباراه اللي فاتت ادتنا امل ضعيف قوي. حسيت ان الاهلي الزمالك بدا يقرب. ايوه، وكمان الزمالك كان فرحان قوي بسبب الماتش اللي فات، وقالوا ده احنا جالنا امل. عادي الاهلي والزمالك بيفرحوا في بعض الجماهير، ده شيء طبيعي. طبيعي. ايوه، النهارده الاداء كان الشوط الثاني مختلف عن الشوط الاول. اه صح. ايه السبب؟ السبب ان هم كانوا مدين جهد جامد في الشوط الاول عشان يعدوا، عشان الماتش اللي كان النتيجه. ايوه الحمد لله اللعيبه ادت اداء كويس جدا، وان شاء الله الخطه ماشيه، يعني الحمد لله زمالك كتاب. المباراه كنت قلقان صراحه، بصراحه الزمالك قبل ساعه ماتش وادي دجله انا كنت قلقان جدا، بس انا كنت واثق في فرقتي، انا شايف ان ده يعني الماتش اللي فات ده قدر من عند ربنا. شايف ان الاهلي كان ماسك كوره طول الماتش، واللي حصل في الاخر ده هو ربنا عايز كده، لكن الاهلي اللي اثبت الماتش ده. اي نعم هي فرقه اسوان، مع احترامي ليها، فرقه محترمه جدا تلعب، وعماد النحاس لعيب كبير جدا. الشوط الاول كان الاهلي اداؤه غير الشوط الثاني خالص. لا الشوط الاولاني كان بس هو الشوط الثاني اللي هو حسب ظروف الماتش اللي هم ضمنوا الماتش. لا بس الحمد لله وان شاء الله، بس انا ما اقدرش اقول الدوري اتحسم. الاهلي يعني خلاص الدوري قرب ان هو يتحسم خلاص يعني، وما اظنش ان هو في يعني منازع للاهلي او فكره ان حد ينافس. المباراه كان الاهلاويه قلقانين شويه. اكيد طبعا، لان كل ما هتفرق اكتر كل ما هتزيد فرصتك ان انت تبقى مطمن اكتر. بس شايف اداء الاهلي اختلف في الشوط الثاني، الشوط الاول الاحرز 3 اهداف، الشوط الثاني هدف، يعني الاهلي مستواه اقل شويه الشوط الثاني. اكيد طبعا، بس يعني ممكن نقول خلاص ما هم عملوا اللي هم عايزينه في الشوط الاول. احرزوا 3 اهداف كويس جدا لمقابل لا شيء للفرقه الثانيه. الاهلي لعب النهارده ماتش كويس، بس انا بلوم على مجلس اداره النادي الاهلي ان ما لعبش احمد الشيخ، والنادي الاهلي عمل مشاكل مع نادي الزمالك بالنسبه عشان احمد الشيخ.